هاي everybody, هاو ار يو. اهلا بيكم من جديد متابعين قناه ميس انجليزي. النهارده ان شاء الله اول فيديو في الفاينل ريفيجن, المراجعه النهائيه المقدمه من كتاب الباهر كونكت 5 ابطال 5 ابتدائي. والمراجعه اللي منزلها كتاب الباهر دي طبقا للمواصفات والتعديلات الخاصه بامتحان نصف العام الدراسي الاول. لو حابب ان ما فيش حاجة تفوتك من شرح مناهجنا وفيديوهاتنا, اعمل سبسكرايب اشتراك الكلمة اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو, ما تنساش اللايك والشير. نبدأ بسم الله. نبدأ the first exam, الامتحان الأول من المراجعة النهائية اللي عملها كتاب الباهر بالمواصفات والتعديلات الجديدة الأبطال 5 ابتدائي ومنهج كونكت. السؤال الأول listening, طبعا ده سؤال استماعي, مفروض ان في تكست بتتقري والولد او البنت الطالب بيسمع التكست كله يبدأ يجاوب. number one, هداية ملاك is a famous Egyptian بلاير, طبعا احنا اخدناها تايكواندو, تايكواندو بلاير يعني لاعبة التايكواندو. نمبر 2, she was born, هي اتولدت on April 21st 1993, اتولدت في شهر ابريل. نمبر 3, she began practicing تايكواندو at the age of, بدأت ممارسة لعبة التايكواندو في سن, طبعا في سن السابعة, at the age of 7. Number 4, she won, يعني هي فازت بأنهي ميدالية, طبعا she won a bronze medal, بالميدالية البرونزية, bronze medal, يبقى أنا هختار bronze medal. طيب هننزل السؤال الثاني, read and choose the correct answer, هتقرأ وتختار الإجابة الصحيحة. We buy, نحن نشتري fruits and vegetables, الخضار والفاكهة, at the A, at the market. وخد بالك ان كلمة ماركت بيجي معاها حرف جر اسمه at. At the market يعني من السوق. She is a, في space في نقطة اهي, she works in a hospital, بتشتغل في مستشفى, يبقى she is a doctor, يعني هي دكتورة او طبيبة. A space في نقط is a very big person, شخص كبير جدا, ده معناه ان هو giant عملاق. السؤال اللي بعد كده, طبعا هنملأ الفراغات بالكلمات اللي موجودة, لازم نقرا الكلمات. عندي gloves يعني جوانتي, shoes حذاء, princess أميرة, crown تاج, وعندي stripped مخطط. بيقول داليا goes to the party with her sister, يعني داليا دي هتذهب لحفلة مع أختها. داليا is wearing as, يعني داليا لابسة مثل, as هنا مثل الايه, مثل a princess, مثل الأميرة, يبقى أنا هنزل كلمة princess في number one. She has, هي تملك أو هي معاها white a on her hands, هي معاها ايه في ايديها, طبعا اللي بتلبس في الايد هو الجلوفز, الجوانتي, يبقى انا هنزل كلمة جلوفز, جوانتي في number 2. She has space في نقطة اهي, on her head, على راسها, هي تمتلك او هي معاها ايه على راسها, طبعا الحاجة اللي بتتلبس على الراس او الوش من فوق, طبعا هي الكراون يعني تاج, بتلبس تاج على راسها. She is wearing a striped dress, يعني هي لابسة فستان مخطط. لو انت من الابطال ولسه مستمر معايا في المراجعه النهائيه المقدمه من سلسله كتاب الباهر طبقا للتعديلات والمواصفات الجديده الابطال 5 ابتدائي ومنهج كونكت, دعمنا بسبسكرايب اشتراك الكلمه اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو, وما تنساش اللايك والشير عشان المراجعه توصل لاكبر عدد من ابطال 5 ابتدائي. ده ميعاد التكست, ميعاد القطعة, هنقراها كويس جدا ونفهمها عشان هنحل عليها أسئلتها. هدى is doing research, يعني هدى بتعمل بحث, on traditional Mexican clothing, يعني بتعمل بحث عن اللبس المكسيكي التقليدي. She logged into some useful websites, يعني هي سجلت الدخول لبعض المواقع المفيدة.
يوزنج مستخدمة ايه بقى هير تابلت، يعني ايه استخدمت التابلت بتاعها عشان تدخل على الويب سايت المواقع دي. شي found out اكتشفت that Mexican girls البنات المكسيكية were بترتدي colorful dresses فساتين ملونة with many stripes بخطوط كثيرة on their on them during festivities أثناء الأعياد and celebrations والحفلات. Mexican girls البنات المكسيكية love تحب bright colors البنات المكسيكية بتحب الألوان اللامعة bright colors even حتى when they are not celebrating حتى لو هم مش بيحتفلوا. خد بالك ان they البروناون اللي تحته خط أزرق ده بيعود على مين؟ طبعا احنا عارفين ان هو بيعود يقصد بيه اللي هما المكسيكان جيرلز البنات المكسيكية. They wear bright colorful clothes يعني هما بيلبسوا ملابس ملونة لامعة. People in Mexico الناس في المكسيك wear hats بتلبس hats قبعات to protect their faces عشان تحمي وجوههم وشهم يعني from the sun. This is sombrero الطاقية أو القبعة اللي بيلبسوها المكسيكيين اسمها sombrero. It's sombrero دي it's a traditional Mexican hat يعني قبعة مكسيكية تقليدية أو قديمة. نرى السؤال الأول Mexican girls like a colors طبعا بيحبوا bright colors احنا جايبينها من القطعة ان البنات المكسيكية بتحب الألوان اللامعة. هدى is doing research بتعمل بحث using مستخدمة ايه hair tablet كنا اخدناها فوق في القطعة حطيت عليها السيركل الحمراء اهي hair tablet التابلت بتاعها. السؤال اللي بعد كده what is sombrero ما هي sombrero. طبعا السومبريرو دي عبارة احنا قلنا عن عبارة عن طاقية مكسيكية قديمة او تقليدية اهي تعريفها اهي it's a traditional Mexican hat يعني قبعة تقليدية مكسيكية. السؤال اللي بعد كده what does underline pronoun they refer to يعني الضمير they ده refer to ايه يعود لمين مقصود بمين. طبعا المقصود ب اللي هم Mexican girls البنات المكسيكية يبقى they الضمير they مقصود ب Mexican girls البنات المكسيكية. يلا نحل السؤال اللي بعد كده ده سؤال ترتيب. طبعا المواصفات الجديدة والتعديلات الجديدة قالت ان الترتيب بقى سؤالين اتنين بس عند important مهم player لاعب وعندي هداية تايكواندو ان وإز. طب دي يا ترى هتترتب ازاي؟ طبعا هنبدأ الجملة بفاعل subject اللي هي هداية وبعد كده ندور على الفعل اللي هو إز. هداية إز ان important تايكواندو player هداية إز ان important تايكواندو player يعني لاعب تايكواندو مهمة. السؤال بعد كده sports رياضات at what good you are طبعا هتقول ايه what sports ما الرياضات what sports ما الرياضات are you good at what sports ما الرياضات are you good at اللي انت جيد فيها. السؤال بعد كده سؤال correct طبعا سؤال جديد ومضاف للمواصفات والتعديلات الجديدة الخاصة بامتحان كونكت أبطال خمسة ابتدائي ده سؤال تصحيح بيجيب كلمة كده بين قوسين وبنصححها بيقول I have an oranges طبعا ان هنا غلط لان ان بتيجي مع اي كلمة مفرد اولها حرف متحرك vowel. طب كلمة oranges دي كلمة جمع فمش هينفع مع ان طبعا احنا نشيل ان ونحط بدلها some oranges I have some oranges أنا معايا بعض التفاح. Number two علي is good at draw good at كنا خدنا القاعدة كده بتقول good at و bad at و great at لازم يجي ورا verb ing good at جيد فيه bad at سيء فيه great at يعني رائع فيه لازم يجي ورا verb ing يبقى draw دي أنا هنقلها وأضف لها ing. السؤال اللي بعد كده ده punctuate يعني علامات ترقيم السؤال ده بيبقى لذيذ وسهل خالص كأنه بيديك درجات من عنده هتعمل ان اول حرف ده capital وتشوف دي جملة هتحط في اخرها full stop ده السؤال تحط في اخر question mark طبعا عملنا الاي capital وحطينا نقطة
في الآخر.